أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل الإكثار من ذكر الله بشتى أنواعه وفي كل مكان يزيد من نور المؤمن يوم القيامة ويسهل له مجاوزة الصراط؟ يزيد الإيمان، ذكر الله يزيد الإيمان، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. والإيمان يكون نورا على الصراط، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، فالذي يزيد النور على الصراط هو الإيمان، والذكر يزيد الإيمان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.